الحديث عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مختلف القطاعات للتعامل مع انتشار فيروس كورونا في الجزائر، خصوصا في ظل الحجر الصحي الكامل على ولاية البوليدة وحظر التجوال ليلا بالعاصمة في انتظار تعميم هذا الإجراء إلى عدد من الولايات التي ينتشر فيها هذا الفيروس. قبل أن نستقبل ضيفي والحديث عن توزيع الحليب وإنتاجه، لا بأس أن نقف وقفة ترحم بداية ووقفة عرفان أيضا للسيد جمال طلحي البالغ من 50 سنة وهو سائق سيارة إسعاف يشتغل بمستشفى بوفريك، والذي توفي أمس بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو الذي واجه بشجاعة كبيرة هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به الجزائر. تكفل ربما بنقل العشرات من الجزائريين من سكان البوليدة ونقلهم إلى مستشفى بوفريك. نسأل الله أن يرحمه ويتغمده برحمته الواسعة ويلهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعزاؤنا أيضا لجميع أسر الضحايا 21 الذين توفوا بهذا الفيروس القاتل، ونسأل الله الشفاء العاجل للجميع والسلامة لكل الجزائريين. إذا نتحدث في ظاهر نيوز لهذا الخميس عن الحليب، لأنه مادة ضرورية وأساسية للكثير من العائلات، خصوصا وأنه في هذا الظرف الاستثنائي تقريبا كل الجزائريين في بيوتهم وفي منازلهم، وربما استهلاك الحليب قد يزيد مقارنة بالأيام القليلة الماضية. للإجابة عن الكثير من التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع، أسعد اليوم باستضافة السيد خالد سوالمية المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. سي خالد، مرحبا بك. مرحبا بك سيدي ومرحبا بك. أهلا وسهلا. إذا نبدأ معك بالحديث عن الاستثناء اللي هو ولاية البوليدة اللي هي تعيش حجر صحي كامل وبالتالي التنقل ممنوع، كيف يتعامل الديوان المهني للحبوب مع ولاية البوليدة فيما يخص إنتاج وتوزيع الحليب؟ شكرا سيدي. أولا السلام عليكم، ترحموا على الأخ إخواننا وأبائنا اللي توفوا في هذا الوباء، ونتمنوا الشفاء للمصابين ويرفع، ونتمنوا ونطلبوا من ربي يرفع لنا هذا البلاء إن شاء الله. أولا فيما يخص الإجراءات اللي اتخذتها وزارة الفلاحة من خلال الديوان الوطني للحليب المهني للحليب ومشتقاته، هناك إجراءات استباقية استثنائية قامت بها مصالح الديوان الوطني للحليب من مع بوادر أزمة هذا الوباء، وهذا من خلال أولا توفير مخزون مريح ليساعد على تسيير هذه الأزمة، وهذا المخزون لاحظوا باللي راهو يكفينا إلى غاية نهاية السنة إن شاء الله. ثانيا فيما يخص المخزون، هذا المخزون قام الديوان ب يعني توزيعه على مختلف انحاء الوطن، كما تعلم سيدي بان المقر الرئيسي للديوان هو في بوفريك ولاية البليدة، ولهذا كاجراء استباقي من وزارة الفلاحة السيد وزير الفلاحة وكمسؤولي الديوان قمنا ب باش نوضعوا هذا المخزون في اماكن متفرقه، حتى اذا لا قدر الله والشيء اللي رانا فيه الان مهما يكون ما يكونش مخزون اي قوت الجزائريين في مكان واحد. في مكان واحد صحيح. هذه من جانب هذا. اما من الجانب الاجراءات الاستثنائيه اللي قمنا فيها بما يخص ولايه البوليده، ولايه البوليده الان كاينين عندنا اللي راهم قاعدين فيما يخص الشاحنات اللي يتزودوا بطريقه منتظمه وعاديه. هذا كيفاه كان هناك اتصال مباشر، يعني ومن هذا المنبر نحييو مصالح الدرك الوطني ومصالح الامن الوطني اللي يعني وقفوا معنا وقفه خاصه يوم الاثنين الصباح، خاطر كما تعرفوا الحجر الكلي كان يوم الاحد بعد نهايه الوعد، والحمد لله يوم الاثنين الصباح كل الشاحنات كل التموين بدينا فيه، صرا بعض التذبذب تاع حوالي ساعه ولا ساعتين يعني، وهذا شيء منطقي وطبيعي.
من بعد شاحنات اللي تنقل البودرة ولا اللي سواء اللي تنقل البودرة أو التي تزود ولاية البوليدة بالحليب، هذا بالاتصال مع المصالح المحلية، سواء مصالح الفلاحة أو مصالح التجارة، كل وين زدنا خطر ما كاينين بعض الاستثناءات وين كانت عندنا بعض الملبنات اللي كانت عندها ظروف صعبة باش دخلت ولاية البليدة، ولكن كما قلنا بات الاخر بالاستعمال تاع مصالح الدرك ومصالح الامن الوطني دخلوا في اسرع وقت ان شاء الله. نعم، فيما يخص ولاية البليدة استصدرت كامل التراخيص اللازمة لكل الموزعين لكل سائقي الشاحنات اللي يتكفلوا سواء بنقل الحليب السائل يعني الحليب المدعم تاع الاكياس ولا حتى بودرة الحليب، يعني الامور هذه كلها مضبوطة كلها متوفرة وعندهم امام السيد رئيس الجمهورية شفتوا الاستثناء اللي داروا استثناء بالبنات، ولهذا امام مصالح الدرك الوطني او مصالح الامن الوطني عندهم هذه المعلومه هذه وراهم يتعاملوا معنا بشيء اسمه سلس. بالنسبه للعمال تاع الديوان هذوك درنا لهم تراخيص خاصه، لانهم كاين عمال الديوان اللي يسكنوا في بوفاريك كاين عمال اللي يسكنوا خارج من بوفاريك باش نقدروا نمولوا، وانما بالنسبه للموزعين ما كانش مشكل بهذا. فيما يخص الكميات الحليب المنتجه على مستوى في اقليم ولايه البليده تكفي البليديين، لانه كان بعض المناطق مثلا بوفاريق قريب العاصمه كانوا يتزودوا من البنات من العاصمه، يعني كان حليب اللي يوصلهم من البنات العاصمه كما تعبير خادم وغيره. صح، لهنا نعطيك معلومه، هو انه في اواخر يعني في الشهر القادم الشهر الماضي الشهر اللي فات وين من البنات كما قلت بير خادم داروا بوينت فونت او نيفو دو بوفاريك، داروا زادوا من البنات بودواو داروا بوينت فونت او نيفو دو بليده، وهاد لي بوينت فونت هادو مناطق البيع قاعدين يتزودوا باستمرار، يعني ماهوش يحبس يخدم متزود على حوالي 24 ساعه ل 24 ساعه. كنا شفنا كاين بعض التذبذب في اليومين الاولين اليوم الاول، من بعد دركا يعني ما الاخر وزيد ما تنساش بلي راهي ولايه البوليده عندها اثنين من البنات راهم تما اللي قاعدين ينجوا اثنين من البنات خواص. شحال اليوم نسوق ونوزعوا في ولايه البوليده كم مليتر كيما العادي كالايام العاديه مام كاين وين زدنا وين زادوا ربما الاستهلاك يزيد لانه الاطفال اليوم في المنازل الاسر والله بالك قد يستعمل الحليب في اشياء اخرى غير القهوه تاع كاينه دانيتك نهزوا بالك دانيتك نقدروا نهزوها نمط الاستهلاك وكذلك نمط التخزين. اكيد اكيد الجزائري شكرا يخاف بطبعه يخاف الجزائري انه رانا في ظروف استثنائيه والناس عندها اولاد وكذا. خاطر هذا نمط الاستهلاك كاين وين يستهلكوا كثيرا، ولكن كاين حاجه بالك نهزوا يعني في الوقت هذه معناها نهضروا على جانب بوليدة فقط، ما نهزوا على الجانب الوطني نقولوا بلي رانا في مرحله وين مارس افريل هي وين كاين عندنا الحليب الطازج. اخواننا الفلاحين اللي في الوقت اللي راهو كاينه لا غروند لا بيرود غروند لاكتاسيون، يعني كاين هناك حليب طازج وافير ولهذا اللي راح يساعد ينقص شويه من البيس. نعم، خذيتوا حسابكم مثلا اليوم في ولايه البليده اللي تعيش حجر صحي كامل، ربما بعض المحلات اللي تغلق للتجار اللي يغلقوا محلاتهم، بالتالي التوزيع يقدر ما يكونش عادل في كثير من المناطق، ما فكرتوش في انكم تخصوا شاحنات متجوله في بعض الاحياء في بعض المناطق النائيه في ولايه البليده؟ هذه قدرنا تكلمنا مع اصحاب الملبنات اللي عندهم الواحد تاعهم الشاحنات تاعهم يا بعد هما اللي قاعدين يدير هما اللي قاعدين يقوموا بالتوزيع، وكذلك على ذكرت لك على الاول بالنسبه للبوينت فونت نقطه البيع تاع كوليطال اي تاع بودواو، نقطه البيع هذه يجيبوا بالشاحنات تاع جي بلي هما اللي قاعدين يليمونتيو في هذيك لا ريجيون، ومن ذلك يعني راح يكون يعني ما كانش مشكل ان شاء الله في هذا. خذيتوا حسابكم للمناطق البعيده والنائيه لانه ما دام رانا في حظر تجوال الناس ما تقدرش تتنقل ويقدر يصراو مشاكل، وبالتالي خذيتوا حسابكم في كل المناطق مع مصالح يعني سيرتو مع التعليمات تاع السيد وزير الفلاحه مع جيبلي مع مصالح الفلاحيه في ولايه البليده، يعني خذينا هذو كل بالاعتبار على قلت لك عمليه استباقيه، كنا ما دام كنا نشوفوا في العمل في العدد قاعد يطلع في ولايه البليده
كنا متاكدين بلي راه حوالي 90% راح نوصلوا لهذه المرحله هذه، ولهذا ما خليناش رواحنا حتى نلحقوا المرحله باش نعم. شفنا الكثير من المؤسسات سيد خالد سوالميه، مؤسسات خدماتيه سواء في الاتصالات او في غيرها، داروا اجراءات استثنائيه فيما يخص التعامل المالي والنقدي، فيما يخص دفع الفواتير، طلب الرخص. هل فيه شيء جديد على مستوى الديوان باش تسهلوا العمليه وعمليه التسديد ايضا؟ شكرا سيدي. فيما يخص هذه العمليه بالنسبة للديوان، الديوان كان افتح يوم الأحد. الأحد درنا منصة رقمية لتسهيل عملية السحب، لأنه مع وصلنا المرحلة وين لقينا بلي راهو الوباء لحق أكثر من 200 حالة. لقينا 200 حالة في هذا، في ذلك الوقت كانت ولاية البوليدة حوالي 100 حالة. لهنا تسارعنا مع التنسيق طبعا، التنسيق دائما مع يعني بأمر من وزير الفلاحة، حطينا منصه رقميه، وهذه المنصه الرقميه عاودنا اتصلنا بجميع الملبنات على انهم يقومون، ونزيد نعاود نكرر هذا من هذا البلاطو، هو انهم يقومون بدفع ما دام اخترنا الحصه محدده، الكوطه يعني محدده ثابته، الثمن معلوم، كلش معلوم، نفس المبلغ اللي موال في يدفعوا يجي حتى المركز المقر تعلوني باش يدفع هذاك المبلغ، لا يقدر يبعث عن طريق المنصه الرقميه هذه، وهو من بعد ما يدير الدفع اختار ماه، لانه هناك برنامج للتزويد، مع يدير الدفع تاعو راح يكون في الثانيه اللي تالي بعدها راح يكون عنده رخصه التزويد. رخصه التزويد هذه راح تكون من اقرب مخزن اللي يكون قريب ليه، بهذا باش ما فيما يخص الولايات الاخرى ما نخليوش بلي راهو كاين كما نقولوها في اقصى الغرب يطلع حتى الغرب الفوق باش ياخذ من هذه. نعم. يعني فيما يخص الان ولايه العاصمه، رانا نشوفوا انه فيه تذبذب في التوزيع، رانا نشوفوا بعض المناطق في العاصمه تحدثوا على ولايه فايد، تحدثوا على دراري وكثير من المناطق، بعض التجار اليوم يقولوا للزبائن انه الحليب ما راهوش يوصلنا وما راهوش يجينا، ما عدا بعض الاكياس تاع الحليب تاع البقر تاع 50 دينار. وين راهو الخلل في قضيه التوزيع على مستوى العاصمه على سبيل المثال؟ يعني اللي كنا نهضروا سيدي، اولا الخلل في التوزيع كما قلت كان في اليوم الاول وجزء من اليوم الثاني، مش اليوم الثاني كامل، وانما هذاك مش كانت نفس، لو كنا نهزوا نلقاو نفس الكميه نروح الكثر، كاينين مثلا جيبلي راهي وين انتجت اكثر من الكميه اللي موافة انتجها في الايامات الماضيه، وهذه بتعليمات من وزير الفلاحه، وين يطلب منا حتى ولو اقتضى الامر بطرح كمية إضافية من البودرة للملبنات حتى تضعف الإنتاج، ضعف الإنتاج رانا دايرين هذه، وإنما نهزوا يعني نشوفوا. كنت معاك بالك في اليوم الأول، خطر معاه اليوم الأول نهضروا صراحة، يوم الاثنين كان يوم غير عادي، استثنائي سواء الجزائر ولا الجزائر العاصمة أو البوليدة، بينما الآن بدينا نوالفوا بهذا الوضع هذا، وان شاء الله ما يكونش من المفروض في هذا الوقت ليوصل الحليب اذا كان يوصل الانتاج يوصل ثابت، لانه اليوم اصحاب المقاهي تقريبا غلقوا جميعا باوامر فوقيه، وبالتالي من المفروض انه كان الحليب المدعم، حليب الاكياس المدعم تاع 25 دينار يكون متوفر. تبقى قضيه التوزيع، هل في تنسيق بيناتكم بين وزاره التجاره باش تضمن وصول الحليب الى كل نقاط؟ كاين تنسيق كبير حاليا مع وزاره التجاره، خاصه في التوزيع والمراقبه، كان المراقبة تاع الحليب المبصر، المراقبة هذه اللي راهي فيها المصالح وزارة الفلاحة ومصالح وزارة التجارة بالديوان، لي بريغاد ميكس هادو اللي قاعدين يخرجوا قاعدين يتبعوا في المسار تاع الحليب. لهذا واش راح نقول لك انا، كاينين علاه قلت لك كاينين اليومين هادو صرا وين المستهلك استعمل تخزين تاع كيس الحليب، خاطر ما كنا خايفين من المجهول، خايفين من غدوة غير غدوش، مي درك مع يخرج كاين بعثوا لي، يعني شفت البارح صور يعني تاع في التواصل وين كان هناك طوابير، وهذا هو غير منصوح يعني، واليوم طوابير وصلت حتى تدخل الامن. اليوم عندي صوره وين الحليب متكدس والزبون مكدس، والزبون لانه في اليومين هذو اللي عداو الناس دارت الاحتياط وخبات عندها في
في المنازل. نعم. فيما يخص الملبنات اللي تحت المراقبة بالتنسيق مع وزارة التجارة لمنع أي تلاعب في توزيع الأكياس، ما راكم صارمين في هذا الجانب في قضية الرقابة؟ الرقابة حتى ولو كان ظرف استثنائي. لا، بالنسبة للرقابة تاع التوزيع وصحة المواطن، سواء ظرف استثنائي وغير استثنائي، لا يمكن لعب بهذا. الرقابة ما تقدرش ندخلوا الواحد في الرقابة نقول له ظرف استثنائي نغفل عليه، لأنها سواء راح نكونوا ندرة في مثل الحليب لأن راح نجيبوا مشكل خلاف، أو صحة المواطن تكفينا نتوله بكورونا ما نلوحوش لصحة المواطن في حاجة خلاف. نعم صحيح. تحدث قبل قليل سي خالد سوالمية وقلت بأنه عملنا حسابنا فيما يخص المركز تاع بوفاريك فيما يخص غبرة الحليب، وقلت وزعناها على المناطق. هل رعيتوا الكثافة السكانية، قضية الاستلاف في كل المناطق باش ما تحصلش ندرة في منطقة من المناطق؟ وأيضا يمكن في الأيام القليلة المقبلة، إذا كانت اليوم ولاية البليدة تحت الحجر الصحي الكامل، في الأيام القادمة لا قدر الله انه نشوف ولايات اخرى راح تدخل تحت الحجر الصحي بما فيها العاصمه اللي مرشحه بقوه باش يكون فيها الحجر. خذيتوا حسابكم في هذا الامر؟ خذينا جميع الاحتياطات تاعنا. قلت لك هذه قبل الاحتياطات هذه ولهذا البرنامج هذا سطرناه في عده اجتماعات مع معالي الوزير. هذه وش كيفاه كانت من قبل ما يقولوا كاين حجر كلي في بليده، اخذنا كان الجزائر، لانه كان الجزائر ماهيش خارجه عن العالم، رانا نشوفوا في العالم في بعض دول العالم واش صرا. هزينا ولو ان هزينا الشيء اللي صرا ليه وقمنا بالاحتياطات تاعنا، التكييف تاعو وحطينا الاحتياطات تاعنا. درك الجانب الغرب واش راح يستهلك في الشرط يعني كيما نقولوها بكوتي راسيونال. نمط الاستهلاك ارتفع ما ارتفعش؟ عدد لترات المنتج يوميا تقريبا على مستوى الوطن في هذه الازمه هذه زاد شويه، زاد الانتاج زدنا شويه، زادوا الملبنات، وهذا نظرا ما نقولش التهافت، وانما يعني كاين بالك بعض نقول نمط الاستهلاك تغير، الاستهلاك تغير شويه في اليومين هذو، هذا هو اللي خلاه زاد. وانما كاين من خلال هذا المنبر نحيي بعض اول ما جي بلي، لانه هو يسمى راه مؤسسه من مؤسسات الدوله اللي صار، وكذلك بعض الملبنات الخاصه اللي قامت بالانتيغراسيون تاع الحليب الطازج وتحويله الى حليب مدعم تاع 25 دينار. شفناها في اكثر من ولايه. نعم. هذا يعني راح يخلي هاد الملبنات يعني ما يكونش عندهم ربح، والله ربح ضئيل، ما كانش ربح. نعم. نقولوا ما كانش ربح، وهاد العمليه هي من الاولويات تاع وزاره الفلاحه حتى باش نخفضوا من فاتوره الاستيراد فيما يخص البودرة الحليب، ونستعمل الحليب الطازج. ورانا يعني نزيد لك نضيف لك حاجه، كما قلت لك على الاول رانا في مرحله تاع مارس افريل وين عندنا انتاج وفير من الحليب الطازج. نعم. الزياده في الانتاج في بعض الملبنات ما يخليناش نخافوا على احتياطي ومخزون تاع بودره الحليب؟ لا، لانه يعني الازمه تقدر تستمر الى اشهر طويله. نطلبوا ربي ما تستمرش ان شاء الله. ان شاء الله هي. وانما احنا خذينا جميع الاحتياطات تاعنا، ونزيد لك مام كاينه حاجه اللي يعني اللي بتعليم رئيس الجمهوريه فيما يخص مصالح الديوان الجمارك ومصالح البنوك، يعني الدرك سهيل العمليه، سهيلات العمليه في الجمركه، ويقول يعني الدرك ما عندناش مشاكل، ما عندناش تعطيلات فيما يخص الجمركه. ولا البودره الحليب راهي في اللي راهي في البحر اللي لاحقه ان شاء الله ما، وبالتالي حتى وان وقعنا في مشكل اجراءات الاستيراد راح تكون اخف وبسرعه اللازمه والمطلوبه. اليوم الجمارك وين طلبوا هما ولا البنوك وين طلبوا، رانا نتعاملوا معاهم عن طريق المنصه الرقميه، يعني عن طريق الايميل. يمكن ما بقاتش هذيك تاع بكري قبل هذا الواحد كنا نستعملوا دي اش ال، لازم يجي يفوت على البلدان الاوروبيه باش يلحق عندنا احنا، وما دام ما كانش النقل الجوي درك رانا نستعملوا المنصه الرقميه في كل المعاملات. فيما يخص مشتقات الحليب ايضا الالبان الياورت على سبيل المثال، لانه في بعض الاحيان لما ندخلوا المحلات التجاريه نشوفوا بعض الثلاجات فارغه، طبعا لانه الاستهلاك زاد والناس تشري باش تخبي، ولكن هذا لا يمنع انه لازم ايضا التوزيع يكون بشكل مستمر. بالنسبه لمشتقات الحليب يعني حوالي 70%
من مشتقات الحليب تستعمل بالحليب الطازج، ولهذا ما كانش يعني بين قوسين كاين الناس اللي تحول بودره الحليب الى انتاج بعض والله هذيك ما حناش راحين نتساهلوا معهم، ما تساهلناش معهم، مازلنا رانا كامل ان شاء الله بالمرصاد مع مصالح وزاره التجاره، راه بالمرصاد لهذا بدا. قلت لي موسم الحليب الطازج بدا عندكم ارقام مليحه، خاصه اعتقد في الشرق الجزائري وجزيره القاهره. ان شاء الله لا كاين يعني انتاج وفير الحساب اللي قاعدين نشوفوا دركا، بلي راهي تصل البقره حتى ل 25 لتر في اليوم كحد ادنى، 25 لتر. ومع الوقت وديوان الحليب راهو يشري في هذه الكميات، لانه طالتكم بعض الانتقادات خصوصا في الشرق، في ولايه الشرقيه قالوا والله هناك من يحاربنا في قطاعات وزاريه معينه، الديوان يرفض شراء الحليب. كلام كثير سمعناه في الاشهر القليله. لا موش ديوان يشري الحليب، وانما مصالح وزاره الفلاحه ما كانش قطرة تاع الحليب تخليها تضيع، لأن لو كون نخليو قطرة تاع الحليب تضيع معناتها واش راحين نديرو؟ يعني راحين نكسروا الإنتاج الوطني. وحنايا المهمة تاعنا الأولى هي لابوي ديفلوبمون، هي المساعدة في تطوير شعبة الحليب. لو كون اليوم نجي والحليب الطازج يجيب لي أي مربي نقول له ما تقبلش الحليب الطازج، ولو انه من البنات هما اللي يتقبلوا هذا الحليب الطازج، يعني راح نكونوا في نتكلم كوزاره الفلاحه، يعني راح نكسروا الانتاج الوطني، وهذه يعني ماشي حاجه اللي يعني فيما يخص. نعم فيما يخص اعوانكم، وهذا سؤالي ساطرحه عليك الاجابه بعد هذا الفاصل، فيما يخص الاعوان اللي يشتغلوا عندكم موظفيكم، اجراءات الوقايه والسلامه سنتحدث عليها بعد هذا الفاصل للشركه.